من القدس المحتلة ينضم إلينا سيد راسم عبيدات الكاتب والباحث السياسي. 52 دولة وعدد من المنظمات التي ستشارك في جلسات العدل الدولية اليوم ليس عن غزة وحدها وإنما حول الأراضي الفلسطينية المحتلة. برأيك كيف تنظر إلى هذا التحول الكبير؟ الأول بدأت جنوب أفريقيا بتقديم دعوة بارتكاب إسرائيل مجزرة أو إبادة جماعية في قطاع غزة، اليوم نتحدث عن عدد كبير من الدول تنضم وتقدم مرافعات شفهية في هذا الأمر. إلى أي مدى يمكن البناء على هذه الدعوة؟ كيف يمكن التحرك؟ هذا التحول في الأساس كيف تراه أيضا سيد راسم؟ نعم سيدي، لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال هي تخسر الرأي العام الأوروبي، وكذلك هي لأول مرة تقف دولة الاحتلال أمام محكمة الجنايات محكمة العدل الدولية، وكذلك هي لأول مرة تخسر الرواية والسردية الإسرائيلية التي تحاول تروجها لدول العالم حول أنها هي واحدة الديمقراطية في هذه المنطقة وأنها هي دولة مظلومة وأن العرب هم من يريدون اقتداء هذه الدولة وبالتالي إخراج اليهود من الأراضي الفلسطينية ورميهم في البحر وغير ذلك من العبارات التي ليس لها أساس في هذا الاتجاه. ولذلك هذا التحول الذي يحدث على في الرأي العام العالمي وفي المؤسسات الدولية يؤشر إلى أن انكشاف حقيقة وطبيعة هذا الاحتلال ككيان يقوم على قضايا الطرد والتهجير والاقتلاع بالنسبة للشعب الفلسطيني. ولذلك نحن نقول بأن هذه التحول الكبير بحضور لنقاش القضية الفلسطينية من قبل محكمة العدل الدولية وأخذ رأي استشاري للجمعية العامة الذي يحضره 52 دولة وثلاث مؤسسات وثلاث منظمات منها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة للاتحاد الإفريقي، ليس فقط لنقاش الجرائم التي يرتكب الاحتلال بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، بل حول الأساس القانوني لشرعية الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ 75 عاما. هذا الاحتلال الذي هو كل ما يقوم به الاحتلال وما يتصل به على الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويخالف الاتفاقيات الشرعية. ولذلك الاحتلال عندما يقوم بعملية غزو للأراضي الفلسطينية وضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية فهذا يعتبر هو بحد ذاته انتهاك للقانون الدولي، وكذلك خلق نظام عنصري، خلق نظام وفصل عنصري، وكذلك انتهاك القانون الدولي والعقوبات الجماعية لها أيضا علاقة بانتهاك القانون الدولي والإنساني. ولذلك البحث لن يقتصر في هذه المداخلات التي ستكون ل 52 دولة وكل دولة سيكون لها نصف ساعة من أجل أن تقدم مداخلة شفهية في هذا الاتجاه حول طبيعة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتقديم الرأي فيما يتعلق بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وما يمارس من عمليات طرد وتهجير وقتل وهدم للمنازل وكل ما يتصل بالممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سواء في مدينة القدس أو في الضفة الغربية أو حتى وفي قطاع غزة بشكل خاص. ولذلك نحن نعتقد أن هذه التحولات وهذه الحملات الدولية يجب الاستفادة منها بشكل كبير ويجب أن يبنى عليها عربيا وإسلاميا، ولكن للأسف المواقف الهابطة عربيا وإسلاميا والتي تتقدم عليها مواقف الأوروبية وتتقدم عليها مواقف دول أمريكا اللاتينية، نحن نرى أن واجب العرب والمسلمين أن يقفوا إلى جانب شعبنا الفلسطيني وأن تتطور المواقف العربية بما ينسجم وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أبشع الجرائم على يد حكومة الاحتلال، ويكفي الاستمرار في هذه المواقف المخجلة وأن تتحول الدول العربية بعض الدول العربية إلى صليب أحمر أو أن تكون هناك بعض الأطراف العربية متواطئة مع دولة الاحتلال. الشعوب
في الشعوب والأنظمة في الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية تنتفض. يكفي المواقف التي عبر عنها الرئيس البرازيلي ووزير خارجية الصين والتحولات التي نشهدها على مستوى العالم في هذا الاتجاه. ولذلك يجب أن تكون الدول العربية والإسلامية رافعة للموقف الفلسطيني وداعمة وضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في قضيته، وخاصة أن ما يجري في مدينة في قطاع غزة هناك أكثر من 100,000 شهيد وجريح في مدينة غزة، هناك جوع، هناك حصار، هناك موت من المرض، فهذا الشعب يستمر الاحتلال في عملية ارتكاب الإبادة الجماعية بحقه، ونحن ما زلنا نراوح في مكاننا بيانات شجب واستنكار خبرناها جيدا منذ عشرات السنين. أشكرك شكرا جزيلا السيد راسم عبيدات الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.